تواصل بطلة مصر في التنس ميار شريف استعدادها بقوة لخوض منافسات بطولة ويمبلدون، أحد أشهر وأكبر بطولات التنس في العالم، واللي تنطلق غدا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل. وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة مرتقبة بين ميار الشريف مع المجرية دال مجلفي في الدور الأول من منافسات فردي السيدات. وزي ما احنا عارفين ان ميار تأهلت لخوض منافسات أولمبياد باريس. كل التوفيق لهذه اللعبة، كل الدعم لميار. أنا بأكد على دعمنا المستمر لهذه البطلة، إن شاء الله بإذن الله ستسعد كل عشاق الكرة الصفراء المصرية بالتحديد. لازم كلنا ندعم هذه اللاعبة، لأنها فعلا بتعتمد على نفسها وبتشتغل على نفسها، بتعمل في صمت، بتخسر وتكمل، بتخسر وتكمل، وتقع وتقف وتكمل عشان ترفع اسم بلدها. كل الدعم لميار إن شاء الله بإذن الله، ويكون لنا حظ كبير جدا معاك إن شاء الله في أولمبياد باريس إن شاء الله يا ميار، وتحققي ما تتمنيه وما نتمناه كمصريين.